نتعرف على طريقة كيفية إيجاد فعاليات وعرض ترويجية. قم بالضغط هنا على تطبيق أزرق، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا. من ثم سوف نقوم بانتظار قليلا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على فعالية وعرض ترويجية. سوف نقوم بانتظار قليلا، وهنا يمكنك إيجاد فعالية وعرض ترويجية. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.